باغا نديرو الوالده مفاجاه. لا ولي هذه بحال جاتك الوالده عاوتاني. ها هو جاي. شوف دابا غنضمو نديرو الوالده اللي بغات. تختاري اي فطور بغيتي. شنو نخلاش كلاط ويلي ويلي. اوكي السلام عليكم زازلوس افردار. مرحبا بكم في قناه لزاوي فاميلي. فيديو جديد ومفاجاه جديده. انا نقدر نقولوا في نفس الوقت بالنسبه لنا حنا هذا النهار غيكون تحدي تحدي حيت اخيرا غيخصنا نخليو الوالده ديالي تعيش يوم ملكي. الوالده ديالي اش كتجيك؟ هي ماماك وهي عجوزتي. عجوزتك اش كتجيك الوالده ديالي؟ جدتي. هاكا خليوها تعيش نهار واعر. وا صافي غتهلا فيها. وعلاش قلت لكم تحدي؟ حيت هذا النهار كل واحد فيكم عنده جوج ديال الحوايج غيخليها تعيش واعي. اش ندير لها جوج الحوايج ولا يدير جوج البلايص واعي؟ المهم دبروا راسنا المهم جوج الحوايج. نجي جوج هو جوج وانا جوج. انت جوج صافي. هاكا يلا خوتي نعيشوا نهار واعر مع الوالده. يلا المهم اخوتي قبل ما نبداو هذا اليوم الملكي للوالده ما تنساوش ديروا الحركه الاسطوريه اللي هي اخوتي غتنزلوا غتلقاو قناه لزاوي فاميلي تو هكا التصويره تبان قدامها الى لقيتوا هاد سبسكرايب حمراء وركوا عليها الضوء بيضاء وهذا الجرس فعلوا كاع الاشعارات باش اي فيديو حطينا جديد يوصلكم وما تنساوش ديروا لايك اخوتي زايا والده عاوتاني واجده واجده مستعده مستعده عرفتي شنو هو يوم ملكي لا هو اننا حنا غنديوك شي بلايص زوينين غيعجبوك وغنشريو لك شي حوايج نتمنوا يعجبوك ان شاء الله كنتي هذا النهار حنا اللي غادي نختاروا لك دوك الحوايج انا والعزاوي ويونس هاك كنتي في الاخر ديال الفيديو غتعطينا تقييم واش داكشي عجبك ولا لا صافي كنتمنى يعجبك ولكن راه اليوم الملكي ديالك الواعر هو نهار نصيفطوك العمره ان شاء الله دابا غير دابا غير قبلي علينا انا عارفه دابا قبلي الموجود وان شاء الله نصيفطوك العمره دعواتكم اخوتي ان شاء الله ادعيو معنا يلا ليتس جو نقول الوالده قولي يحرم منه شي مسلم امين قولي قولي ليتس جو قولي ليتس جو اوكي عرفتي شنو البلان الوالده اول بلاصه اختارتها ابتسام انا هي اللي اختاريت هنا اللي هي ديال الفطور حيت ديجا كفطرت هنا عجبني داكشي علاش دابا غتفطري اول حاجه هي تفطري كما كتشوفيها هي القائمه غتوريك ديال الفطورات اللي كاينين وانت اختاري اي فطور بغيتي بغيتي مضوبل خذي مضوبل بارك الله ها هما الفطورات قدامك اول فطور شنو كاين تما ابتسام اول فطور كاين مروكين مغربي 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 وكاين عاوتاني هذاك رابيد رابيد ما عرفتش شنو فيه شنو هو المهم كونتينيل طالع عاوتاني ايه كاين البلدي كاين الفاسي ويلي لا الفاسي عاوتاني كاين الشمالي ها انت كاين شنو هذيك فرنساوي كاين شنو هذيك؟ هو الفرنساوي كريستال كريستال هو ديالهم هما بصح عاوتاني شوف قبل الفطور حطوا لنا هذه الحسوه عاوتاني شنو فيها؟ فيها الزيت وشنو اخر؟ الكامون المهم هذه اول حاجه هذه بونيس من عندهم هذه ما داخلاش في يوم ملك دابا الوالده شمن فطور بغيتي؟ بلدي شمالي كريستال شمن واحد؟ بلدي بلدي عرفتي ديري انت تاخذي بلدي واحد ديالك بوحدك وحنا واحد ديالنا نتقاسم وي هاي 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 لا يونس دبر على راسو شنو هاد الشيء يونس كونفليكس كونفليكس بحليب هكا واحد الطياره جايه واحد الطياره هاي 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 اوبا يونس واحد المعلومه راه كيموت على الكونفليكس كيحماق عليه بالصحه والراحه ايه ما هو الفطور ديال الوالده جا راه بالراحه هذا هو فطور بلدي اللي دومونديت يا مو اول حاجه شنو فيه فيه اتاي يا سلام عاوتاني على اتاي زائد حرشه ملويه ومسمنه حتى الان مزيان ياك الوالده كتشوف كتقول الله يعطيهم الصحه زائد الوالده كاين هذا دانون ياغورت ماشي ماشي الرايب تيبان بحال الرايب ولكن هو دانون 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 زائد الليمون زائد هاد اللعيبات هادو العسل الجبن وكذا ويلي 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 انت داكشي كامل تعطيني النص ديالو ما تقولش ضروري نقسم معاك هاك ويونس خدا سبرايت يلاه حنا كنفطر هو فاطر بسبرايت شنو لا ما تقسمش معايا لا مع منا تقسم هي مع منا تقسم مع مومو مع مومو عقلك شاشي المهم حد الان الوالده البلاصه اللي جابتك لها ابتسام شبان لك فيها مزيانه ولا تخلي تكيم حتى الاخر تتجمع مع البلاصه الاخرى تلقى يلا فطري بالصحه والراحه الوالده عندي انا بلديه ديال بصح خلات كلشي بدات باتاي وبدات نعم سيدي باتاي هو الوالد هادشي اللي مهم هذا هو المهم هذا هو المغذي ياك انت اللي اختاريتي بلدي كان الاختيار ديالك هو الخليع فيها الخليع اي الخليع شنو هو الخليع ام شنو هو كيخلع كيخلع هو الحليب علاش كتصايب الخليع اللحم كيكون داك اللي كديرو مع البيض هي الخليع شو تبارك الله شو تبارك الله صايب الشحمه وهذا هذيك
هذيك الشوميشة هذيك وداك الشيء الاخر ما عمرك درتيه لينا ما عمرني شفتو بحال اش كيدير ضربي ضربي الطونس ضربي انا عارف بلا الاغلبيه غتسولوا عاوتاني العزاوي فين كاينه ديك القهوه حيت فاش كنصوروا شي حاجه كتبقاو تسولوا فين كاينه انا نقول لكم البلان نحط لكم كاع لوكاليزاسيون في الديسكريبشن وهي راه كاينه في السلام في اكادير اخوتي سميتها كريستال يلا بالصحه والراحه في طوركم يا دابا جينا للبلاصه الثانيه هذه البلاصه ما نختار شكون يونس يونس فين جبتي الوالده سوبر ماركت واش غتشري ليا بعد سوبر ماركت شنو اغلى شكلاط ويلي ويلي اغلى شكلاط يلا نشوفوا اغلى شكلاط في السوبر ماركت غناخذوا الوالده حيت يونس والدها صافي يونس وانت اللي تخلصوا ياك يونس فين هو يونس مشى يونس فين هو يونس يونس ما كاينش ما كاينش هنا ما كاينش كنقلب عليه من قبيله ها هو جاي واجي سير انت اللي جبتي الوالده لهنايا شنو بغيتيها تختار قلتي الشكلاط الشكلاط اوكي الوالده انت هما الشكلاط اللي قدامك دابا كاين ياك اول حاجه ابتسام كاين هذا كاين هاد الطاسه هذه فيه كاع الانواع ديال الشكلاط فيه سنيكرز فيه هذا مارس هادو كاملهم بيمواد ديري لهم الكوست هذا هذه دابا الا ديتيها راه كيعرف شنو تستافدي ياك الطاسه الخيوطه والبراوات طلب مني فيها ها انت شدي ونسد اول حاجه نوريكم عاوتاني كاين ثاني حاجه هذا اشهر شكلاطه الوالده في العالم من اشهر الشكلاط يعني اختاري انت اللي بغيتي فيهم ياك كاين عاوتاني زين شنو كاين عاوتاني فيريرو ولا ماعرفتش كيقولوا ليها الوالده هذا ما يمكنش هردان ديال بصح عمرك دختيه لا ما عمرك دختيه واليوم واقيلا غدوقي حتى تختاري دابا انت واحد من هادو صافي شنو كاين عاوتاني هذا فيه شي 200 حبه ولا 100 حبه مخلطه فهمتي فيه بزاف الانواع داخل دور الجامعه هذا فايته شريت هاهم فايته كليتي هذا صافي شي حاجه فين دقتيها رديها ولا الا بغيتيه صافي تهزيه اختاري اللي بغيتي هاكا شوفي هذا ابتسام فيه ميرسي هذا مكتوبه فيه شكرا سيفي شكرا جزيلا هانتي عاوتاني على الشكلاط واعر هذاك عاوتاني هاك شداك ابتسام هذا عاوتاني حتى هو مكتوبه فيه ميرسي ولكن هذا عاوتاني في شكال على هذا هذاك مدور وهذا طويل ويونس واش تديتيهم كامل ويونس راه ماشي ليك هادشي راه الوالده اصلا هو ما كياكلش الشكلاط هادشي اللي ليه ليك ليك لمن داكشي ها لمن داكشي لازم اللي بغيت جداتي هاكا اوكي الوالده يلا اختاري كيما شتي هذا ولا هذا ولا هذا ولا هاد البكيه كامله ولا هذا اختاري اللي بغيتي ويلي اغلى واحد ياك يونس قال لها اغلى شكلاط يلا جبد جبد 140 درهم خلصها جبد سير خلص سير خلص فينا هما الفلوس المهم الوالده اختارت هذا اخوتي شدي بحال هكا ودابا شكون يرد هذا الشيء ابتسام خلص واش ناخذ الصح وخلص فين غادي هارب اجي هنا اجي 4 ريال هذا راه داير 140 درهم خلص واش نباتو هنا وسربي انت اللي جبتينا هنا ما فيدكش في الله يهضر ياك انت اللي تخلصوا عليا انا خلص على جداتي يونس عنده الفلوس ناضي يونس هاك واش تصرف شد الصرف شد الصرف حمقت يلا شد 10 درهم قول لها شكرا شكرا هكاك وعطي داك الشيء جداتك واش ماشي ديالك ديال جداتك انزل باش نو دابا الوالده غتفتح داك الشكلاط نشوف شنو الداخل ديالو يلا فتحي بسم الله ويلي 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 كي جاك يونس ماضي ولا واش تبارك تبارك الله عليه خطيكم بصحة الراحة الوالدة تسال ذوقي يونس ولا ما ذوقيش لا كلشي ديالو وانا وانا يونس اصلا ما كياكلش الشكلاط امي شو 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 دار يدو شو بحال دار يدو شو يونس لا حتى اليوم ملكي ديالو بركة بركة بالصحة والراحة ناضين الله يتا ناضين يونس راه دابا النوبة ديالي دابا خوتي من بعد السوبر ماركت كانت النوبه ديالي انايا ودا لك نوبتك قال لك الوالده نجيبك الماكدو وكيجيبها غير للبلايص اللي كيعجبوه هو حيت دابا قبيله ربح معاها شكلاطه دابا شوف غادي نضمونديو الوالده حنايا اللي بغات ما غاديش ضمونديو ليها هاد المره اللي بغات هي هذاك الشيء ديالها وانا غادي نلعب في الالعاب وانت لعب في الالعاب دابا داكشي اللي جابنا هو الماكدو خطير انا عقلي شي طيحه انا مره شوف دابا غنضمونديو الوالده اللي بغات ولكن انت بما انك ما كتاكليش هنا في ماكدو بزاف شوفي غير التصويره دي التصويره اللي عجبات قولي لها ديال شوفي كاينه بحال دابا نضمونديو داكشي كيضمونديو الناس بزاف ياك كاين مثلا هذا شوفي كي جاك هذا شوفي انت غير الشكل كاين هذا عاوتاني هذا يلا شنو الشكل عجبك في هذا يلا اختار هاد السته هادو هما اللي كياكلوا الناس بزاف فاش كيجيو الماكدو يلا اختار شنو الشكل عجبك يلا عرفتو مشات لهذاك اللي داير بحال المسمن داك البطبوطه معمر ضربي هنا من فم المسمن مسمنه معمره يلا قال لك الوالده شنو الفريت بغيتي هذه ولا هذه اه اختاري
دابا شمن مناض سبرايت فانتا كوكا هاواي شمن وحده سبرايت هاكا دابا واش بغيتي مع هادو عبد الصم ما يعجبوكش بغيتي مع الحلوه ولا لا 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 ما بغيتيش هاكا صافي دابا شنو نزيدو لك ايس كريم غيعجبك ديال بصح اه واحد الايس كريم هربان وكاين شي تختار ماك فلوري ابراهيم لا خليها هي تختار غيعجبها هادو الايس كريم اللي كاينين ها هما شوفي كاين هذا كاين هذا كاين هذا كاين هذا حنا ناخذو هذا زوين آه ولكن النكهه خليها لك انت واش بغيتي ديال اوريو ولا كات كيت كات ولا تويكس يلا اختاري وركي اللي بغيتي انت ها وركي شحال جا وركي نايس صافي يا سلام ها هو الضمون داكشي طلبت الوالده جا اول حاجه نبداو بالايس كريم العام سيدي شو الداخل ديالو فيه بحال بحال داك الكونفليكس اللي كلا يونس الوالده دقي دابا شوفي قبل ما تدقي خصك تخلطي داكشي ياك ديريها حيت راه كاين الكراميل داخل انا كنوريها يلا خلطي مزيان شوفوا شوفوا شوف التخليطه يا سلام زيدي خلطي خلطي نعاون واو دابا غيولي واعر ياك ما بارد عليك بعدا الواد عادي لا عادي يلا دقي دقي خصك تقول لنا كي جاك عاوتاني هذا العالم هذا يا سلام يا بسم الله الوالده اول مره غادي تدق اخوتي هذا العالم هذا هذا ماك فلوري هذا كي جاك ناضي ولا ماشي ناضي ناضي واعر ديما كتدي الوالده ملات كتهضر باللغه ديالنا ناضي يلاه ناضي تخيلي معايا دابا ابتسام حامله وكتشهى علينا انا ماشي مشكل انا كنت شهيت وغادي نقول لها ذوقي يمكن ما تشهيتش دابا انت ماشي اي حاجه شفتي الا المالح المالح انا المالح المالح هذاك الشيء اش ضمن ديتي هاد الفريت هذا عندي بنت المهم اول حاجه الوالده الايس كريم بالكراميل وبتويكس عجبك ناضي مريق صحتها زوين ها انت دابا دابا الخبزه العجيبه تحلي هذا يلا باش تشوفي شنو الداخل ديالك انا قلبي ملي كتحل اه راه برا لا ماشي متمم ماشي متمم ما كيحلوش من الفوق قلبي مازال زيد زيد لا قربتي قربتي يلا عاوني عاوني ها ملي كيحلو ها شتي نقلب على هذا حيت هو مسمنه مسمنه معمرينها الوالده بالدجاج وما عرفت داكشي الاسكالوب والخضره الاسكالوب ومطيشه ما عمرك كليتي مسمن معمر بالخضره كنقولو معمر بشي الاخر عمر بالشحمه هي هذا داك الخبز ديال المصريين فهمتي هذاك العيش العيش هذا ضربي شي عطيطه الوالده وقولي لنا كي جاك ابتسام كضرب الفريج كما العاده واش غادي ندير راه مازال بزاف ديال المفاجات كيتسناوك الوالد بسم الله بسم الله اه كي جاك ناضي ولا ماشي ناضي 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 قولي لنا الصراحه لا لا زوين عجبك لا لا واعر ها روح تبرع عليا مع راسك وانت مازال كضربي الفريج حطي ماشي مشكل ناكل فريج هاكولي هاكولي المهم الوالده ثاني بلاصه اختارها هي وش بان لك فيها مزيانه مزيانه ولا مزيانه لا زوين الوالده ما بغاتش تهضر تكمل الخدمه كلشي مقبول منه كلشي مقبول من يونس كان ما دخلش يونس بصح هذه المهم بزاف ديال البلايص اخرى غنمشيو لهم مازال وزا هي اخوتي اه دابا كما كتشوفوا جينا لسوق الحد لحقاش هنا كيتباعوا الحوايج الوالده دابا جا الوقت انك تلبسي شي لبسه هربانه داكشي الهوت كاع عاوتاني شي عصري شي عصري واعر تزيد علاش اللبسه لحقاش ابتسام موجده لها واحد المفاجاه اه كيفاش ما قلتوها لي دابا تعرفي علاش انت مفاجاه داخله في يوم لك خصك تكوني لابسه معها شي لبسه نابي صافي ان شاء الله يلا خوتي العزله الوالده واش انت هو مول المحل يلا انت مول المحل قول لنا شحال هاد الصنداله شحال 4 دريال 4 دريال او اعطيني شي مليون شي مليون صندالة نبيعها في الجملة ندير لها بس المهم بالنسبة للصنيدلة لقينا هادو اللي عجبوا الوالدة هاد الشكل هذا وجوهر طبيب ولكن كاين عاوتاني الصابو دابا شمن واحد شمن وحدة بغيتي الوان اختاري عندك فيها الوان كاملين كيفاش الصابو كيضرب في صباعها انا عارفة متأكدة من الشغل اه مزيان اذا صندالة غادي ناخذ هاد الصنيدلة هاد البيضة هاد البيضة عجبات هاد البيضة عجبات متأكدة المهم اول حاجة خذت الوالدة ورطبة في نفس الوقت ما قاصحاش على رجلي لا انا عاوتاني المهم اول بياسه خذت الوالده هوت كام داك الشيء كابتسام ناضيه ومن الحانوت كيحسب اخوتي شحال بقات لي الصنداله وشحال من حاجه باه دابا يونس بغيت نوريك واحد الحاجه هذه قالت لك جداتك غناخذوها لاختك لاختك اللي في كريشه اش بان لك هي انت باقي بنت ماشي مشكل اه ولا دري دابا شنو بلاك بنت ولا دري مالك حسن تخربق المهم تخيلوا معايا اخوتي بنت انا دابا بنيت ناخذ الصنيدله اوكي عندي واخا كبيره كره شريتها ليها فاش تكبر زين يا خوتي انا اللي ابتسام اشوف شنو فيها زوينه فيها الورد وكدا والانانيب انا وكنتي نبقى نفس بحال بحال هاني فيكم انتوما البنات غنديروا واحد الفاصل لحقاش يونس في المدرسه طلبوا ليه يجيب الرايه حيت عندهم عيد ديال المسيره
شحال هذه يديه هز الزرايه هذه كما تسول شحال دايره هذه هذيك الدمه كانت ثمنها عطيه فيها ماشي مشكل شوف وهذا توني مكتوب فيه المغرب طلبوا اليوم حيت عنده عيد المسيره خصك تحفظ داك ديال المسيره الخضراء صوت الحسنين هذا غيجيك الدور بدا كيحفظ بدا كيحفظ ها بدا كيحفظ شكون كيحفظو انت انا مالك حافظه بعدا والله الا حافظها خدوا نشوف شوف عجبو يلعب بالرايه هو دابا كاع الوليدات المغرب كلهم محتفلين بهذا البلان ديال المسيره وكلهم لابسين التونيك يلاه بالصحه والراحه عاوتاني على الجلالب ويلي 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 ابتسام دابا انت جبتي لهاد البلاصه ديال الجلالب ولا هي بغات جلابه؟ لا هي انا سمعتها بغات جلابه انت بغيتي جلابه الوالده عجبتني عجبك الستيل ديال الجلال المهم كاين هاد الستيل هذا جبدي اللوينات نشوف اللي كاينين كاين هاد الصفر هزيها زير انا تقعات ديال الشعر غيتبعك الناموس الوالده ناموس غيتبعك الناموس ها انت شوف كاين هاد القهويه اه تاع هادي واش بغيتي هادي شوفي هادي كلهم رفانين كلهم جاوا كلهم زوينين على حسب اللون كاينه هاد الخضراء هادي وهادي جاتني انا شوف اللون ديال الزيت لا ولكن ماشي انت اللي عايشه يوم مالك يا ابتسام ولكن غنلبس معاها لا لبس بجوج واش نلبها هو كنلبس بجوج بحال بحال هاد الصفرا هادي ما عجبتكش امي ياك ما عجبتش اللون زعما مشعشع بزاف ديما شنو ديما مغرب ديما مغرب يوسف حي يحفظ الراي محتفل بالمسيرة من دابا ديما مغرب شنو وحدة الصفرا اللي عجبتك ولا هادي دابا مازال كتشوف الداخل هي طلعت الداخل يلا هادي هادي امي هاد الزرقاء هادي في هاد الجيب تبقى تخبي فيه الفلوس بلاص ما تحطهم في ديك الفواطه ديالك حيديها شويه وديما دايره واحد الفواطه مخبيه فيها الفلوس ها الغوز عاوتاني ولا الوردي ويلي ويلي عرفتي تلبسي هادي امي ترجعي عاوتاني صغيره ب 40 عام اصلا انت واقيلا في عمرك غير 40 ياك ما نكبركش اللي بغيتي تعرف شحال عندي لا ما عاقل شم والله ما عاقل المهم شوفي عاوتاني هادي كاين شكيلات واعرين خصوصا هادوك هذوك اللي على برابان اللي هرباني ولا بحال هكا لا ويلي هذه بحال جاتك الوالده عاوتاني غير واش كتلبس واقيلا هي قصيره هكاك دايره هادو مخزانين كتلبس قصيره ناري الوالده عاوتاني غتصيف عليهم كبيره هذيك هاتي جربي هذه هذه طويله عليها وكبيره هذه هذه كبيره حتى هي زوينه بحال بحال نفس الديكور من الاحسن تكون كبيره باش تكون متيسعه حتى تفتح يلا سيري لا لا حتى هي كتلبس قصيره لا لا هذه هذه كتبان كبيره الوالده بما ان اليوم يوم ملكي ديالك ما غتاخذيش حبه غادي نهز هذه كامله نعطيها لك بارك الله فيك هاري ما تاكلي ولا دي حبه كامله ولا اللي بغيتي المهم شوفي كوني حتى تشبعي حتى تقولي بركه صافي شنو هذا فاكهه التنين التنين ياك هادشي كيقولوا لها فاكهه التنين هي هذه اخوتي هذه ديال دراغون بول ديال دراغون بول يونس كليتي الكيوي انت اللي درتي لنا بوز هنايا ياك دابا شنو بغيتي من غير الكيوي اناناس حتى انت بغيتي تدوق هذيك بصح هاك اختك اليوم راه تبرعات اه الوالده تبرعات بالشكلاط والبيسات ومازال مجدي لها واحد المفاجاه دابا خصكم تنوضوا باش تعاونوني يلاه نوض 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 الوالده انت مشي ضربي الحطه الجديده ديالك ياك ها هي وترجعي انا وجدنا لك مفاجاه لا 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 حط 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 لا 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 حط سد 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 داكشي ديال امي سد سد ارضيك الطير تا والله لا ديتو انا ديال اختك هي ديال اختك هي ولكن ديال امي انا نخبع لها كل فيها ابتسام حيد هادشي ما تعطي حتى واحد صافي وحده وحده عطي الرانيه اللي صغيره نعطيها وحده وحده نديرو لك انت شي يوم ملكي صافي صاحبي وفي وقتاش شوف الا وصل هذا الفيديو 30000 لايك نديرو لخالد حتى هو يوم ملكي يا الله واش هدو عليك شحال شحال من لايك 30000 لايك نديرو لك لا لا خاصو شي 100000 لايك يونس شحال من لايك نديرو ليه يوم ملكي 100000 لايك بغيتيه شنو ما نديرو غير ما بغيتينيش ندير يوم ملكي 100000 لايك يلا شوف تلاقى لنا شي ديسك كيما كان شي موال لا ديسك يلاه سير طفي ديك التلفازه هشام باش نسمعوا غير هو بوحدو يلاه وجد راسك وصافي جينا وفاش تلاقينا يا العزاوي ويعلم الله شكون كان السبب يعلم الله واختي والسبب دابا وقت الحفله الحفله دايرينها مفاجاه بطبيعه الحال الوالده واخا هي راه كاينها في البيت اللي المهم حنا اللي علينا هو نزوقوا هادشي نقادوه ونصدموها فهمتي حيت كاينه واحد الحاجه اللي غتصدمها بزاف اللي هي شنو في سام طورطه الحلوه الحلوه زي المهم اختارينا اننا نجيبوا هاد هابي بيرثدي حيت اصلا العيد ميلاد ديال الوالده ما كانش يومين دابا ولا ثلاث داز داز اه كان قريب فهمتي دابا انت نعم بابا هادي باش نعقدوا به هادي عشيري ما تحلهاش كامله ما تحلهاش هذا راه سكوتش كنلصقوا به هادي ولا ما عرفتش هاد العجب هذا اوكي اسمعي انت تشوف فينا تمشي هذيك لا لا ما تقجوش ما تقجوش وخصك تعلقها ماشي تلصقها فوق براس ما تقوليش شوف انت علقها وانت شوف انت علق هذيك وابتسامة تنفخ هادو خصكم تعاونوا هي كريشه كثر كثر يا تيا عاونتنا وجابت لينا شنو جبتي سكوتش سكوتش شنو هذاك البسطام راه شوف هذاك البسطام راه شوف هذا البسطام ديال من ديالي شنو فيه
فيه 10 درهم فيه الفلوس ديالك ولكن بانوا مصرفين كاملين. يونس فين عم تصرف؟ انا تعطيني 10 درهم. انت نعطيك 10 درهم واخا داكشي شرينا لك كامل. اوكي دابا باقي ما نفختوش داكشي. شوفوا حدا فين داروها وعولنا عليكم بكريات زوقوا وهذه اللي خصها تلصق في الحيط اصاحبي. ها هو مول فعله. زعما علقها في البوله. ديري ليا ديري انت والو عقلك راه ما هذيك 10 درهم دابا باغي تتعادل معاها بيك بيك. نفختو الثانيه ها هي يا ربي يكونوا كيتنفخوا كاملين حيت كنجيو نفخوهم كيوقع فيهم مشكل. هي كملت تقريبا كلهم تنفخوا بقات غير وحده ولكن اللي لاحظت هو ان ابتسام نفختهم كاملين. حشوم عليكم وحده ما عاونونيش اشرار لصقوا هادو كامل انتوما اشرار لصقنا هادو هنايا وحده الفوق وحده لتحت باش نديروا ديك هابي باي داير زداير البرلي الوسط. اي برافو تخجوج برافو يونس. المهم يلا دابا جمع لينا هابي بوحدها باش نلصقوها ونلصقوا تحتها بيرتي. المهمه ديال ابتسام هو ان هاد هابي تجمعها بهذا الخيط هذا اللي قبيله جاب يونس قال لك ديالاش هو قول كاين فيها تقابي ويلي قلبتها كتقول هكا ويلي 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 كنت بغيت تعلق اكري قبل ما قالوا بناري على نفسي صحيح. غنشوف غنشوف. المهم كاين هاد التقيبات هادو شفتهم كيتخشى فيهم داك الخيط وباش كيوليو بحال نصرهم بحال منشورين في الحبل. بارطاجيوهم افكار افكار ناضي ولي على راني العروسه عاوتاني لبست اللبسه ديال الحفله. جات معاك ناضيه الله يلا شفت معاك دوري دوري شفتوني شحال الاوتفيت ديالك شحال شريتي هذه هي الاولى قلنا بشحال شريتيها هذه بخمسه دراهم خمسه دراهم الاوتفيت ديالها رخيص رخيص داكشي وهذه هاد اللعيبه اللي من الفوق بشحال شريتي هادو بجوج بجوج هادو عطاتهم ليا خالتي دبرتيها على راسك بصحتك كل بصح ناضيه بخمسه دراهم دابا باش طالعه دابا غنديروا الوالده مفاجاه. البلان هما فيه هو ان اول حاجه خصكم ديروا الدراري هي تشعلوا هذا حيت راه هي الوالده ها فين مخبيه هي وابتسام وغتجيب ابتسام مغمضه عينيها ها كيسمعونا دابا يلا واحد ست يلا شوف شحال ديال الوقت غدوز خصكم تشعلوا هذه كامله. انا عرفتي اش غندير غادي نهبط هذا واحد شويه نديروا شويه ديال الظلام اخوتي يا سلام ها هو هبط خصني ندور لقيتكم شعلتوا مازال مابقاش مابقاش كيسمعوها مصطفى وري بحالاش كيخدموا الناس في امريكا اخيرا ها الاولى شعلت زيد زيد تسرب ما كاينش الوقت دير يديكم كاملين يلا ابتسام نقول لك ثلاثه دخلي الوالده يلا سير واحد جوج ثلاثه يلا زيد 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 سربي ناري 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 واش علاش ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل خليها سد عينيها خليها سد عينيها برافو يلا شوف وجدي راسك الوالده واحد جوج ثلاثه بقى دير يوسف ما شعلاتش ودير راني ها هي شعلات سنة حلوة يا كبير شوفي 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 سنة حلوة يا كبير شتشتشة سنة حلوة ستمير سنة حلوة يا كبير سميت الوالدة دابا هذه المفاجأة الأولى ياك طبيعة الحال الأجواء ديال عيد الميلاد شنو خاص العيد الميلاد خاصه تضحكوا عليا جايبين لي غطباصل والكانيطات يعني يعني خاصه الطورطه هذه هي المفاجاه الثانيه بلاتي مصطفى حيد من تما هكاك يلا ستيك توز 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 ايوا ها هي الطورطه كي جاتك الوالده واعره ناديه وحنا غاش تشعل ليا قرا شنو مكتوب فيه هنايا توريه مكتوبه فيها توريه الله يخليها لينا طورطه واعره يا سلام فيها قليب داكشي خذاتها ابتسام عند واحد السيده نحط لكم معلومات ديالها فينا ابتسام في الانستغرام والديسكريبشن ديري ستوريات توريهم ضروري غنوري لهم في الانستغرام شفتها انا عجبتني واخا ابتسام ما شعلاتش هذه الله شعل فقلنا نوريكم السيده عجبنا خديناها شوف شوف شنو شنو هادو قنابل هادو مصاوبين دوك يتكالوا حتى هما كيتكالوا اييه هما غنقلبلو يلا حطي حطي باش الوالده هي الاولى تقطع يا سلام يا سلام جيبوا الموس مصطفى تكلف اسيدي جيبوا الموس يونس كي جاتك الطورطه عاوتاني واعره 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 انا عطوني هذا القلب قلب انت تستاهلي الحب اوكي كما كتشوفوا دابا غنقطعوا الطورطه دابا كما قلنا لكم وقت تقطيع الطورطه وبلا ما نعذبوا الوالده تنزل طلعناها حتى لعندها يا سلام اشهد المهم الوالده كي جاك هذا اليوم ملكي
يا ملك وعيد ميلادك باقا ساهيه هي مع الطوب كي جات ديال القلب كاين هو الداخل ديال القلب لاباس عليك اللي لقيتيه برا بعدا كي كاع ما عنده قلب الوالده كي جاك اليوم ملكي كان على قد الحال تبرعتي تبارك الله الطياب هذا جليل اللي مازالش معاك ناضي قولوا لي في كومونتير كي جاتكم جليله يلا تهلاو في راسكم ما تنساوش ديروا لايك اشتركوا في القناه تفعلوا جرس باش يوصلكم جليل يلا كولي كولي دوقي دوقي بالصحه والراحه هذيكم الصحه الصحه تاعك ما تمشاتش الحركه زيد الحركه اسطوريه ولا شفتي زيد لها لي زيد لها لي اخويا زيد 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 اوه اوه يتفرقع ويلي 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 بوم.